نظرية المحاضرة بتاعتنا النهاردة عن النظرية البنائية. زي ما احنا قلنا ان النظرية البنائية بتستند على اعتقاد ايه؟ ان المعرفة تبنى من قبل على ايه؟ نتيجة لتفاعل الطلاب، على تفاعلهم مع الوسط، مع المجتمع، مع المتعلم. فبيحصل هنا في هذه العملية تعديل البنية المعرفية عشان يحصل ايه؟ عملية موائمة، تمثيل وموائمة. يعني دي الفكرة الأساسية اللي بتقوم عليها النظرية البنائية أساسا. بتعتمد أساسها على الاهتمام باستخدام الاستراتيجيات اللي بتنمي الإيه؟ التفكير لدى المتعلم. المبادئ بتاعتها إيه؟ بتهتم بإيه؟ بالعمليات المعرفية، بتركز على إيه؟ على مهارات التفكير. تمام، دوست على التسجيل، معذرة، أنا كنت نسيت التسجيل وافتكرته، ويعني شغلته في بداية المحاضرة يعني من شوية كده، معذرة. بتحتاج الخبرات الجديدة إلى تطبيق في المواقف العملية والواقعية. البنائية اللي بتعتمد برضو النظرية البنائية في التفكير على كيفية اكتساب المعرفة، بتعتمد على إيه تاني؟ على عملية إن الأفراد أو المتعلمين بيتعلموا كيف يتعلموا أساسا أثناء إيه؟ عملية التعلم. التعلم هنا في النظرية البنائية نشاط جماعي بيقوم على التعلم ذو المعنى اللي بيرتبط بالمعرفة السابقة بالمعرفة الإيه؟ الحالية. طيب، لما اقول انا خصائص البيئه البنائيه او البنيه المعرفيه اللي تقوم عليها النظريه، بعتبر هنا ان الخبره هي الاساس في العمليه التعليميه، عشان بيتم هنا بناء المعرفه الجديده للطلاب. بتسمح هنا النظريه بتعد وجهات النظر، بتربط ما بين الواقع، بتشجع الطلاب على احترام ارائهم. في برضه هنا بعض الاراء قالت ان برضه الخصائص اللي بتعتمد عليها النظريه البنائيه ان ليس المصدر الوحيد للمعلومه اللي هو المعلم، وان الطلبه بحطهم انا في مواقف بتتحدى معرفتهم، والمعلم يتقبل استجابات كل الطلاب ويستعين ببعض الوسائل، واعتمادها كذلك على الايه؟ على الفهم. اساسا التعلم في ضمن النظريه البنائيه عمليه بناء مستمر ونشط، خلاص، والمتعلم له دور كبير واساسي. عمليه التعلم اساسا في المنظور النظريه البنائيه بتقوم على ربط المفاهيم من خلال جسور، يعني في روابط، بقترح فرضيات اتحقق منها، اعمل مقارنات، اعمل تفكير، الطلاب اشغلهم، اخليهم يفكروا، يستنتجوا، يقارنوا. التعلم في اصحاب النظريه البنائيه بيعتمد على نتيجه تعديل افكار اللي هي ايه؟ في حوزه المتعلم. يعني بيعتمد اعتماد كبير على ايه؟ على ذلك. طيب، الطالب لازم يمارس مهارات تفكير عليا اللي احنا اتكلمنا عنها، عشان كده احنا خدنا ايه؟ تكمله لمهارات التفكير، احنا خدناها قبل كده، مهارات تفكير البحث والاستقصاء، ومهارات التفكير العليا، ومهارات التفكير الوسطى، وكل اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضره السابقه بيقوم عليها الايه؟ النظريه البنائيه اللي احنا ناخد منها اساس لو نموذج ايه؟ الزهوريكي البنائي اللي ممكن انا استفاد منه. النظريه البنائيه اساسا في الافكار بتاعتها ان المعرفه لا تكتسب بطريقه سلبيه، لا، يعني اكتسابها من خلال بنائها، من خلال نشاط، من خلال تفاعل المتعلم عشان تتم العمليه التعليميه. المعرفه التكيف مع العالم الموجود فيه، وليس اكتشاف بس اكتشف المعلومه وخلاص، لا، ده انا اكتشفها واتوصل ليها واتكيف معاها واشوفها تنفعني ولا لا، هو اطبقها في الواقع. كانوا التربويين بيطبقوا هذه الأفكار عشان تتناسب مع هذا المنظور. طيب، هنا جون زهوريك ده واحد من النماذج اللي هي ظهرت علشان تساعد الطلاب على التعلم الأفضل، وهي الأساس البرامج بتركز اهتمامها على يعني تنتقل لا، بالنسبه في البعض بيسالني بيقول لي الشاشه، انا مش بصراحه مش حاطه الماده العلميه، انتوا الكتاب مش وصلكم يا جماعه؟ انا سبته من بدري عند الاستاذ عبد الحليم، جاوبوني معاكم الكتاب، معاكم المنهج، عشان كده انا معتمد المنهج في ايدك، يعني عشان كده ما رضيتش اظهر الشاشه. ها، المنهج جاوبولي كده، الكتاب معاكم؟ انا يعني عرفت ان الكتاب من بدري، انا يعني الكتاب معانا، الكتاب، طيب تمام، الكتاب معانا، يعني طالما واحد معاه واحد لا، يبقى اذن ايه، المهم الكتاب وصل للمكتبة، وانتوا بعد كده براحتكم ايه ممكن تتواصلوا عشان تحصلوا عليه. فعشان كده انا بس ما لحقتش، يعني سامحوني عشان الوقت، ان انا اعرض الكتاب مرة، لكن هو الكتاب المفروض في ايديكم مش كلنا. طيب خلاص، المرة الجاية ان شاء الله هحاول اعرض لكم المادة العلمية على الشاشة، لان انا بصراحة يعني كنت مستعجلة،
فانا فتحها معايا من الموبايل وفتح الشاشه، يعني هم يعني ايه معذره يعني، لان انا عرفت الكتاب معاكم فانتوا تطلعوه بقى وتراجعوا معايا يعني. طيب المهم هنا عمليه اكتساب المعرفه زي ما قلنا ان هنا عمليه بنائيه بتتم من خلال ايه؟ التراكيب المعرفيه الموجوده يعني. الشيت اخره امتى يا دكتور؟ انا بحاول ارد على الاسئله اثناء ما بدي المحاضره. الشيت امتى؟ قلنا الشيت هو بيكون رد على اول ما يخلص المقرر ان شاء الله. ليه ما فيش صوت؟ الصوت واصل يا جماعه معاكم؟ حد جاوبني، في واحد بيقول ما فيش صوت، اكيد الصوت عندك مشكله في النت. واصل الصوت خلاص، يبقى المشكله عند واحد بس. المشكله عندك يا اللي ما عندكش صوت يا سلوى. سلوى احمد الصوت عندك انت، في مشكله عندك يا سلوى. دور على النت بتاعك يكون ضعيف او فصل او كده، لكن انا الصوت عندي واصل الحمد لله من زملائك الصوت واصل. طيب احنا قلنا نموذج الشيت يا جماعه، قلنا بعد ما تخلص ان شاء الله المحاضرات، احنا بقى لنا فصلين باذن الله، هنشوف هنخلصهم في كام. اول ما يخلص الفصلين يخلص المقرر وبعد كده تسلموا الشيت. طيب يبقى اذا نموذج زهوريك بيرى ان المعرفه ليست مجموعه من الحقائق والمفاهيم او القوانين اللي احنا منتظرين، لكنها محاوله من المتعلم لتقديم معنى للتجارب. طيب نموذج زهوريك اساسا بيقوم على ايه؟ بيقوم على الخبرات بتبنى معتمد على الخبرات الجديده تعتمد على القديمه، لازم بتنمو المعرفه اثناء العرض بتاعها. المعرفه بيحصل المتعلم بنفسه، يعني الافكار دي كلها احنا عارفينها من النظريه البنائيه، وخصوصا كمان نموذج زهوريك اللي هو وليد من هذه النظريه يقوم على نفس الافكار برضه. والفهم مهم جدا، بنشط المعلومه السابقه عشان امكن المتعلم التعلم التعامل مع ايه؟ مع الماده العلميه. تقديم المعلومه بالصوره الكليه وبعد كده ابدا ايه؟ اثقلها. النموذج بيمر بخطوات، الخطوات بتاعت انشط المعلومه الاول، اكسب المعلومه، افهم المعلومه، استخدم المعلومه في مواقف اخرى، افكر في المعلومه، اشوفها زي ما احنا خدنا بانواع التفكير المختلفه، ودي المراحل اللي بتتم فيها. وفي دراسات كثيره قامت على نموذج زهوري، يعني دراسات بتاكد لك ان هذا النموذج مهم جدا في العمليه التعليميه وبيحقق لي فائده اكثر، وخصوصا يعني اللي هو سواء في المرحله كل الدراسات معظمها كان على ايه؟ على استخدام هذا النموذج على مجموعه من المراحل التعليميه سواء ابتدائي او ثانوي او كذا. فهنا بنقول ان هو يعني بيسهل او يسرع عمليه الاتصال بالتعلم، وبيساعدنا على نصنف المفاهيم الرئيسيه ويجعلها اكثر ثباتا، ويساعد التلميذ على اكتساب المعلومه. دي كلها الفوائد اللي ممكن يحققها او اهميه نموذج زهوريك في عمليه التعلم زي ما قلنا اللي هو اساس بيقوم عليه. المفاهيم بصوره عامه، في عندك مفهوم رابط وفي مفهوم فاصل وفي مفهوم علائقي. المفهوم الرابط ده بيتضمن بيربط يعني من اسمه بين مجموعه من المفاهيم المختلفه اللي هي خصائص، او فاصل بيفصل بين مجموعه من المتغيرات من موقف لاخر، او علائقي بيعتبر جزئي من النوعين اللي احنا ذكرناهم بيصير على علاقه واحده. المفاهيم اما مجرده اما محسوسه اما مفاهيم ربط اما مفاهيم تصنيفيه اما مفاهيم اجرائيه، يعني كل واحد ممكن صنفها بكذا تصنيف مختلف لهذه المفاهيم اللي هي بتمثل جزء من مين؟ من الماده او المحتوى. وفي كمان تصورات بديله، وفي بعض المفاهيم اللي تكون مثلا تصورات خطا، يعني بعض المفاهيم بعض الطلاب فهموا اشياء ومعتقدات خاطئه. هنا برضو نموذج زهوريك له دور كبير في تصويب التصورات الخطا اللي ممكن يعرفها التلميذ، يعني التلميذ مثلا فهم بعض الاشياء يعني مفاهيم مختلفه او مختلطه في ماده التربيه الصحيه او في ماده كذا زي اي ماده. فهنا يعني نموذج زهوري بكل دور فين؟ في تصويب هذه التصورات الخاطئة. لو حبينا نشوف ايه خصائص التصورات الخاطئة، بنقول ان المتعلم في يعني عنده مجموعة من التصورات البديلة عن بعض الأشياء، والتصورات البديلة ما بتكونش فجأة، ممكن بنت على مر الزمن خطأ. يعني عرف مفهوم غلط وثبت في راسه من زمان. فهنا معظم المفاهيم البديلة تتصف بالثبات. يعني أنا بحاول هنا أدي الطلاب أو التلاميذ بعض المفاهيم اللي هي تتناسب مع المحتوى العمري بتاعهم، فلو كانت هنا تكونت مفاهيم خاطئه نتيجه الخبرات السابقه فهنا بحاول اعطي مفهوم بديل لهذا المفهوم الخاطئ
والخلطنة بين هذه المفاهيم والمصطلحات ممكن يسارع في عملية التعلم عشان أقدر أفصل وأدي معلومة مختلفة عن المعلومة السابقة اللي أخذها التلميذ. التصورات البديلة يعني ممكن طلاب أخذوا بعض المعلومات أو بعض التصورات من ثقافة معينة، من معلم، من بيئة، من كذا، فمهم جدا أستخدم استراتيجية بتعدل لي هذه التصورات المختلفة. أنا عشان أكشف عن التصورات الخاطئة أو المفاهيم اللي درسها الطالب بصورة خاطئة، ممكن من خلال بعض الأدوات، الاختبارات التحريرية أو الشفوية أو قراءة المفاهيم، يعني كانت أي أن كانت الأساليب، فدي كلها عوامل مختلفة أقدر أكشف عنها عن المفاهيم الخاطئة اللي هي عبارة ممكن تكون هذا المفهوم محتوى علمي، ممكن يكون نتج عن يعني المعلم أسرح في المنهج، ما جربش، ما فيش خبرة، وسائل إعلام، مجلات، أفلام، غير ذلك. كلها طبعا بتديني، بتعطي التلاميذ تصورات خاطئة عن بعض الأمور. زي ما قلت لك، هنا بيكون دور المنهج إن احنا يصحح له هذه الأمور. وأحد الفوائد اللي بتعود على النظرية البنائية، وأحد نموذج بعض النماذج اللي احنا خدناها اللي احنا ناخدها حاليا هو نموذج زهوريك، بيصلح لي كل هذه المشكلات الخاصة بالمفاهيم. مهم جدا أتعرف على تصورات التلميذ عن المفاهيم العلمية. في أحيانا بعض المفاهيم برضه تبقى صعبة على التلميذ، يعني مجردة مش محسوسة، بتختلط بمفاهيم أخرى. المفاهيم الخطأ أحيانا بتكون مقصودة، وأحيانا بتكون استراتيجيات تم تدريسها وانتقل من مفهوم الخطأ أو البديل لمفهوم علمي صحيح. دي برضه مهمة جدا، أصحح المفهوم البديل وأحط مفهوم بديل مفهوم الخاطئ عشان أنا أختار المفاهيم اللي أنا أعلمها للطلاب، ويكون اختيارها اختيار مناسب، وأصحح هذه المفاهيم. يعني أول أنا بعمل دراسة، بشوف إيه المفاهيم اللي الطالب عنده، المفاهيم الخطأ، وبعد كده أعمل تصورات بالمفاهيم الصحيحة. ولو إحنا حبينا نشوف يعني في دروسنا، هنلاقي في كل المحتويات بتاعتنا هنلاقي فيه هناك تصورات ومفاهيم خاطئة الطلاب درسوها أو من خبرة زي ما قلت لكم. أيا كان، دي مهمة جدا إن أنا أحاول أتعرف عليها وأحاول أصحح هذه المفاهيم أو التصورات الخاطئة في أي مجال، في مجال العلوم، الرياضيات، الهندسة، كل في مجال تخصصه. وطبعا في دراسات عديدة أثبتت هذا الكلام. هل هناك في علاقة بين نموذج زهوريك البنائي وتصوير التصورات الخاطئة؟ طبعا، النظرية البنائية أساسا بتقوم على إيه؟ على المتعلم أساسا زي ما قلنا بيقوم ببناء المفهوم بنفسه. فالنظرية البنائية تؤكد على المعرفة تكمن في الأفراد، وبذلك بتكون لها دور في إيه؟ في عملية تشخيص هذا المفهوم، بالتالي بتكون عملية بنائية. زي ما احنا خدنا ان الخطوات اللي بتقوم نموذج زهوريك البنائي التنشيط المعرفه واكتساب المعلومه ثم تطبيق المعلومه واستخدام هذه المعلومه علشان يقارن ما بين المعلومه القديمه والمعلومه الجديده، ده مهم جدا باستخدام نموذج زهوريك. طيب، هنا نموذج زهوريك زي ما احنا قلنا بيقوم على البنائيه وربط المعلومه وتصحيح التصورات الخاطئه، واتكلمنا عن الخصائص بتاعه هذا النموذج، ووضحنا ان هذا النموذج اللي هو نموذج زهوريك مهم جدا لان هو احد التطبيق اللي على مين؟ على النظريه البنائيه. تمام. طيب، كيف انا استخدم كتطبيق عملي لنموذج زهوريك البنائي في التدريس بتاعي؟ فين؟ في كلنا حسب تخصصه. ممكن اعمل ايه؟ احنا دلوقتي عرفنا عن ان النموذج اساسا الفكره بتاعته بتقوم على ايه؟ على ان هذا النموذج بيعمل ايه؟ بيشخص تصورات الخاطئه اللي ممكن تكون المفاهيم موجودة عند الطلاب، ويديني تصورات بديلة. قبل ما يديني تصور بديل اللي احنا اتكلمنا عنه كأحد التطبيق على هذه النظرية، النموذج أساسا بيقوم على إيه؟ على إن التلميذ يتوصل المعلومة بنفسه، إن يربط المعلومة السابقة بالمعلومة الجديدة، إنه أشغل البنية المعرفية لدى مين؟ لدى الطالب. إن الطالب يكون دوره نشط في العملية التعليمية. إن المفاهيم المجردة أحولها لمفاهيم محسوسة من خلال الأنشطة. إن هنا أنا أحاول إن أعمل عملية تنظيمية للمعلومات اللي أنا دخلت الذاكرة وأربطها بالمعلومات القديمة، ما تكونش المعلومات القديمة معلومات خاطئة، بعمل تصويب هذه المعلومات الخاطئة. بكسب التلاميذ من خلال هذا النموذج إن هو يكون قادر على التطبيق العملي للمعلومة، يكون قادر الطالب على استخدام المعلومة وتطبيقها في مواقف أخرى. الطالب أو التلميذ هيفهم هيعرف يتعلم المفهوم نفسه، وهيكون مش هينسى المعلومة لأن هو بنفسه اللي توصل ليها.
هينظم المعلومة داخل الايه، داخل البنية المعرفية، هيفهم المفهوم، هيكون قادر على انتقال هذا المفهوم الى مفاهيم اخرى. بالشكل ده المعلومة اللي انا هديها للطالب هتساعدني على ان انا اطبقها في مواقف اخرى، بهذا الشكل هتكون ليها دور كبير في ان انا اقدر استخدمها في مواقف تعليمية مختلفة. يبقى انا كده بساعد نفسي على ان اطور نفسي واواكب اي تقدم كتلميذ كمتعلم. طبعا المعلم دور في التوجيه والارشاد، يكون هنا التلميذ عنده قدرة من خلال هذا النموذج احنا بنتكلم عنه على يكتسب الاهتمام والمهنة العلمية. يبقى بالشكل ده بيسهل لي عملية التعليم والتعلم، بيوظف لي المعلومة، بيزود لي التلميذ بالحقائق والمعلومة اللي أقدر أصنفها وميزها. هتكون هنا المفاهيم الرئيسية دخلتها في دماغي أنا كمتعلم بصورة أكثر ثباتا وأقل عرضة للنسيان، وقادر على مناءمة أي تغير حادث في المفاهيم، وأقدر بالشكل ده برضو أصنف المفاهيم الرئيسية وأطلع منها مفاهيم فرعية وأطلع الأحداث أو الظواهر كلها، ويكون قادر على أن أدرس المفاهيم الرئيسية اللي عندي وأطلع المفاهيم الفرعية. برضو هنا أشكل أساس بناء في العملية التعليمية. كل ده بيساعدني على دراسة المفاهيم بصورة واضحة. ده إحنا كده خدنا كملخص بسيط لنموذج زهوريك البنائي اللي هو كأحد التطبيقات الأساسية للنظرية البنائية اللي بتقوم على التفكير. إحنا ملخص كده، عشان كده الحمد لله محاضرتنا النهاردة قصيرة، بس تطبيقها العملي مهم جدا جدا في حياتنا كلها كمعلمين في مجال التخصص. انتوا كمتخصصين ان شاء الله في المناهج وطرق التدريس، المناهج بتاعتنا اساسا المفروض المناهج الحديثه قائمه على اللي احنا بنقوله، قائمه على ان التلميذ هو زي ما اتكلمنا يقوم بكل عمليات ومهارات التفكير تحت توجيه وارشاد مين؟ المعلم. تمام؟ طيب اذا احنا كده يعني كيف انا استخدم هذه النظرية بتاعتنا في التطبيق، أو إزاي أستخدم النظرية بتاعتنا في اللي احنا تكلمنا عنه نموذج زهوريك القائمة على النظرية البنائية، كيف أستخدمها في التطبيق العملي في دروسنا كل في مجال تخصصه كمعلم؟ وإزاي طيب السؤال الأول، المناهج الحالية اللي في إيدينا اللي مع إخواتنا مع أولادنا الموجودة في العملية التعليمية دلوقتي، هل المناهج تقوم على النظرية البنائية أم لا؟ طيب وإن كانت تقوم، هل بتم تدريسها بالطريقة أو يعني هل النموذج ده، طبعا قلت لكم في دراسات وأبحاث كتير يعني ممكن تقوم عليها. طيب اللي عايز يدخل معانا في الكلام بدل الكتابة دي عشان تعبتوني في الكتابة، يعني الكتابة تكون مثلا اللي عايز يكتب مشكلة عايز يكتب حاجة، لكن يا ريت تجاوبوني صوت كده، افتح المايك ادخل واطلع تاني وافتح المايك واتكلم معايا لو انت قدامكم فرصة ربع ساعة للمناقشة او للاستفسار او للأسئلة. في آية محمد بتقول كان عندي ظروف ما قدرتش احضر المحاضرات السابقة. النهاردة اللي داخلين معايا 35، يعني ما شاء الله في عدد كويس مختار هذا المقرر ده طبعا، ولا لا مش اختيار المقرر ده ولا اجباري؟ لا المقرر ده صح اجباري مش اختياري. امال فين بقيكم يا جماعة؟ ده انتوا المفروض، انا كنت فاكرة اختيار المقرر، الناس اللي مقرركم ده اجباري. والله سواء نفس فكرة هذا النموذج نموذج مشابه لي، احنا خدنا مثال واحد على احد النماذج البنائية المستخدمة في التدريس بغض النظر لو متشابه معاه مش مشكلة، مختلف معاه مش مشكلة. فالمشكلة ان هو يكون ايه المهم، يعني انكم تستخدموا وتستفيدوا من هذا النموذج كيف اطبقه عمليا في دروسنا، او ايه اللي استفدناه منه. بلاش كنت عارف تطبق، اللي عارف يطبق يتكلم. اللي مش بتقول ان انا ما حضرتش المحاضرات السابقه، طب انا هعمل ايه ايه؟ انا ايه مشكلتي؟ هعمل ايه؟ حاولي ترجعي، انا الحمد لله ديني بسجل لكم المحاضرات، ارجعي المحاضرات وشوفي التسجيلات بتاعتها، والكتاب المفروض انا سلمته للمكتبه. طيب في اخر يعني في مشاكل اخرى؟
شكرا إسراء، بتقول إن اللغة الإنجليزية كمقرر مطبق، الكلام ده بحد كبير، يبقى ده شيء جميل أهو في اللغة الإنجليزية. زميلتكم إسراء بتقول مطبق نظرية البنين، في نظرية قديمة يعني، نظرية البنين من زمان، لكن إحنا بنستخدم بس بنعيد ترتيبها دلوقتي باستخدام أحد النماذج، اللي هي طبعا أنا كل هدفنا في إن أنا أستخدم البنائية في التفكير. يعني أنتوا صح قدامي شعبة، مش مناهج، شعبة تعليم إلكتروني صح؟ طيب تمام، تعليم الكتروني يعني يا جماعه انتم المفروض ما شاء الله مواكبين التطور الحادث في كل مجالات الحياه، تطور ما شاء الله في التعامل مع الماده العلميه، مع المحتوى، مع كذا، فلابد ان يكون نستخدم في تخصصنا وفي مقرراتنا النظريه البنائيه، وكيف ان احنا يعني نحول المعلومه اللي احنا بنديها للطالب، والمفروض الطالب بدل ما هو اديها له كده بيضه مقشره، يعني هو اللي يستخدمها بنفسه، هو اللي يحصل عليها، وهو اللي يتعب ويعاني شويه يعني. عشان لان من كلمه بنائيه، بنائيه المعرفه، انا اللي ببني المعرفه كتلميذ كمتعلم، طالما انا هبني واشتغل واعمل وانشط يبقى تثبت المعلومه. لكن طول ما انت تاخد المعلومه واقول لك انا تعالوا يا شعب التعليم الالكتروني اديكم المحاضره، واحنا يا دكتور ما خدناش المحاضره، لكن انتوا لو شغالين بالتعليم الحديث زي ما كنا بندرس بره، ان انا بس اديك اسم الموضوع واديك بعض المراجع، اقول لك ابحث يا طالب الدراسات العليا وتبحث انت عن المعلومه وتيجي تاني يوم اناقشك في اللي بحثته، لا يمكن هتتنسي المعلومه اطلاقا مطلقا. لكن طول ما انت بتاخد المعلومه كيعني سهله وبسيطه وبتوصل لك، ما بتبحثش عن معلومة، وفين دكتور المادة، وفين الكتاب، احنا مش معانا الكتاب، يبقى اذا احنا ايه، بنستسهل العملية، فبندخل معلومة من دماغنا اليمين بتطلع من الناحية الشمال صح، وكده بتبقى العملية التعليمية ما بتتمش على النهج المطلوب. لكن لما الطالب يتعب في الوصول للمعرفة، هيكون اربط المعلومه اللي بيحصل عليها الطالب بنفسه بالمعلومه القديمه، يا اما اعمل لها تصحيح او تغيير او تعديل، او اربطها زي ما عمل اوزابيل، زي ما عمل بعض العلماء المختلفين، واقدر اتوصل اليها بنفسي. كويس، يعني في البعض منكم بيقول ان بناء المعلومه للطالب وليس تلقين، يا ريت والله احنا نخلي الطالب يبني المعلومه ويستكشفها ويتوصل ليها. احنا هدفنا ان احنا ننمي معرفة او ننمي معلومة، الاول نطلع المعلومة للطالب نفسه توصل ليها، ثم بعد كده ايه، اكون قادر على ان هو يتوصل لنفسه، بعد كده يقدر زي ما احنا قلنا المراحل اللي بيتم فيها النموذج نفسه زهوريك، ان هو من اول ما يوصل معلومة يستكشفها لغاية ما في الاخر يستخدمها ويطبقها في مواقف، يبقى انا كده وصلت ليه لبر الايه، الامان. في إسراء بتقول في عندها كانت بعض المشاكل، انا قاربت ده عن طريق تقديم المعلومة والتطبيق، واجي الحصة اللي بعدها اسأل بلاقي لا حياة لمن تنادي. يعني مش عارفة يا إسراء انت قصدك ايه، يعني انت يعني طبقتي الكلام ده في الاخر؟ طيب ما انت قدمتي المعلومة وطبقتيها، طالما انت اللي عملتي كل ده يا اسراء باذن هنا ما عملتيش بنائيه. تكتبي الجمل وتطلعي، ما تكلموني يا جماعه، اطلعوا كده وتكلموا معايا بدل ما تعبتوني في القراءه. كفوش ارفع ايدك وتكلم وانا هسمع، افضل من الكتابه طول عينيا. اكتب الجمل، تخصصك ايه يا اسراء، انجليزي ولا عربي؟ بكتب الجمل وبطلع القاعده. يعني انت يا اسراء حاولت تتكلمي ومش عارفه توصلي بالصوت بالمايك، وانت انجليزي يا اسراء. طيب تمام، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. مين اللي بيقول كده؟ ريم، مش فاهمة، ربنا يجعل ايه اللي في ميزان حسنات، هتكلمي مين يا ريم؟ مش مين السيد حسن هنا عبد الوهاب؟ تعبك في القراءة. طيب يعني انت قصدك يعني
يعني قصدي ان انا يعني انا اتنقيت يعني تعبي في القراءة جعله في ميزان حسناتي. خلاص ماشي، حلوة الدعوة دي في رمضان يعني. شكرا لك يا ابراهيم. ابراهيم السيد، شكرا يا ابراهيم. طيب تمام، شكرا يا ابراهيم. تمام طيب، يعني انا يعني الشات اللي انتوا شغالين فيه معايا ده يعني كويس الحمد لله. طيب يا اسراء شكرا ليك. انت كده احنا خدنا مثال على اسراء، بس انا ما فهمتش اسراء برضه المشكله ايه. المشكله انك يعني بتطلعيهم بيخليهم يستنتجوا وتوصلوا. وطب ايه المشكله بعد كده؟ هل يعني يعني انت حاولتي تستخدمي وتطبقي؟ احنا كل هدفنا يا جماعه ان احنا بنحاول نبذل بس مجهود شويه ان احنا نتلافى التعليم التقليدي بكل اشكاله، وان احنا بناخد مقرر اسمه المنهج وتنميه التفكير. يعني هدفنا الاساسي ان احنا يكون التلميذ هو اللي نشط، مش المعلم اللي نشط بس، لا التلميذ. عشان يكون نشط يبقى انا بشغله. عشان كده انا كل المنهج اللي احنا اخترناه ليكم من اول ازاي التفكير وانواعه ويعني ايه تفكير وايه مهاراته والكلام ده كله، طب ايه علاقته بالمنهج، طب هناخد نموذج للمناهج، طب الاسبوع الجاي هناخد التكامل في عناصر المنهج عشان لما يتكامل المنهج يعني كل هدفنا في التفكير مداخل في كل حته من مكونات المنهج. عشان كده برضه هناخد الايه النموذج المتكامل اللي بيحقق لي التكامل في العمليه التعليميه، ده اللي هناخده المحاضره الجايه ان شاء الله. وبعد كده المحاضره الاخيره هيكون تطبيق عملي كامل من خلال استراتيجيات بعض منها اللي بتستخدم التفكير الفعليه. اكيد خدتوها في طرق تدريس او بتاخدوها في طرق، لكن احنا بناخدها هنا في المنهج على اساس ان احنا المنهج لازم هو يتضمن في الداخل بتاعه الايه التفكير الاساسي فين في العمليه التعليميه. تطبيق النظريه البنائيه، ويمكن انتوا ان شاء الله لما تاخدوا بعض الاستراتيجيات تتضح الصوره اكتر. يعني في المحاضرة الأخيرة الاستراتيجيات في التدريس هتبقى مهمة. ما تنسوش يا جماعة إن المقرر ده ليه شفوي، يعني أنتوا المفروض تدخلوا معايا، لأن برضو مش أنا اللي امتحنكم شفوي بس، هيكون في أساتذة ودكاترة زملائنا ليس لهم أي علاقة بالمقرر، فلازم تكون عندك طلاقة في التحدث، يعني تتكلم عن المنهج، عن التفكير، منهج التفكير، عن يعني ممكن تتسأل في أي حاجة، فلازم تكون عندك قدرة على التحدث. عشان بدل ما تضيع عليك، ده هو في عليك 20 درجة شفوي و20 درجة الشيت اللي معاك ب40، وعندك الامتحان النهائي 60 الفاينل، انت عند 20 و20 دول ضمنتهم 40 بس، مش مستني غير 20 درجة في النهائي وتنجح. يعني لو عايزين النجاح، لو عايزين التفوق مثلا، يبقى شد حيلكم يعني. أحمد صبر بيقول أول محاضرتين اللي ما حضرش، مش إيه يعني ما الوقت اللي معانا، بس احنا لازم أخلص المنهج الأول عشان نرجع للمحاضرتين الأولانيين. حاضر، بس نخلص احنا لسه، احنا شايفين المنهج لسه قدامنا، احنا خدنا 3 فصول وبقينا فصلين، نخلص الفصلين على خير الجايين، وبعد كده نرجع تاني ندي مراجعة سريعة على أول محاضرتين. خلاص طيب، والامتحان زي ما قلت لكم امتحان اختيار متعدد علامة صح وخطأ مش مقالي، 60 نظري 20 شفوي و20 اعمال سنة، شيت تحله وتسلمه المكتب بعد ما ينتهي المقرر. ان شاء الله نهاية شهر رمضان نكون خلصها، هنخلص المقرر بإذن الله. تمام، بعد ما نخلص المقرر ان شاء الله هيبقى بس في تواصل مع بعض، لو احتجتوا حاجة او كده احنا موجودين مع بعض على الواتس لغايه ما انتوا لسه امتحاناتكم، انتوا بعد الطلبه يعني لسه الحمد لله معانا وقت يعني ما تقلقوش. لكن انا بالنسبه لي لازم اخلص في حد معين عشان انتبه لمين؟ للانظر. ها في حد لأي سؤال؟ الشيت يا دكتوره على الخط؟ لا مش بحاسبك على الخط، مش بحاسبك يا ولاء على الخط، اكتبي الخط اللي معاكي بس، يعني خط يكون اقدر اقراه يعني بس، لكن مش مشكلة تكتب اللي انت عايزاه يعني. ها في اي سؤال، اسئلة اخرى رد عليها، اي سؤال
المفروض المحاضرة بتاعتنا تطبيقية عملية زي ما قلت لكم، محدش اداني أي مثال غير إسراء عن تطبيقه في اللغة الإنجليزية، وقالت إن أنا بستخدمه حتى بعد ما استخدمه بيتعبوا تاني. لا أنا إن شاء الله هناخد في المحاضرة الأخيرة بعض الاستراتيجيات الحديثة اللي ممكن إيه تستفادوا منها. يعني حل الشيت اجابته من الكتاب ولا على الفهم؟ آه والله اللي يريحك. هو اساسا الشيت ده مش ان انت تطلع من الكتاب، ده هو اساسا انت بتفهم الكتاب وتطبق، بس افهم الموجود وطبق يعني اللي انت شايفه، وبعد كده تسلمه. التسليم يعني احنا قبل ما تسلمون المكتبة يا جماعة احنا عايزين نشوف، يعني احنا لسه ما التسليم، لسه انتظروا على التسليم، اقول لكم تسليم فين، هل المكتبة ولا في المكتب ولا ايه، هنشوف يعني. دخلت متأخر يا، دخلت متأخر يا هاجر، معلش بقى نعمل ايه، انا برضه دخلت متأخر يا هاجر برضه. بشوف التسجيل بتاعنا واتعرفي على محاضرة النهاردة. مثال على ايه؟ مثال على اللي احنا قلناه. طيب انا يعني عشان بس الوقت بتاعكم، انتوا اسئلتكم بدات تكتر، ما عنديش مشكله، والنهارده بس سامحوني. ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه تكون من الساعه 9 على طول يعني مباشره. اي اسئله يا جماعه، بس هديكم فرصه الاول عشان في البعض بيسالني مهارات التفكير العليا، مهارات التفكير المركب، مهارات التفكير البسيط. يعني الاسئله بتاعتكم بس الاول ارجعوا الى المذكره واعرفوا احنا خدنا التفكير، خدنا انواعه، وخدنا فيه تفكير مركب وفي تفكير بسيط، وخدنا فيه تفكير عليا وتفكير متوسط، تفكير ضعيف او تفكير اللي هو الاقل، 3 مراحل من مراحل التفكير، وخدنا انواع للتفكير، وكل نوع يعني فيه موجود امثله ادينا عليه او موجود عندك في الكتاب. ارجع انت يعني بسيط عشان الكل بس يستفاد من الكلام ده، الكل استفاد. انتوا بس ارجعوا بس الكتاب شويه، حددوا الاجزاء اللي انتوا مش فاهمينها او الكتاب، ومثلا بعد قراءه الشيت، بعد قراءه الكتاب نفسه او المذكره اللي في ايديكم عشان تقدروا تفهموا انا بقول ايه، لان احنا التفكير هنا خدنا فيه يمكن وقت كبير جدا، واعطينا امثله من داخل الكتاب على انواع التفكير وعلاقته بالمنهج. التعلم الذاتي هل يعتبر نموذج للتطبيق؟ التعلم الذاتي كنوع من انواع او استراتيجيه التدريس الحديثه اللي بتعتمد على التعلم النشط. التعلم النشط هنا اما بيكون تعلم بيعتمد على الطالب بس او الطالب والمعلم، لكن لو المعلم بس يبقى تعلم تقليدي. فلما يكون التعلم بيعتمد على الطالب والمعلم يبقى انا بقول ده تعلم برضه نشط. التعلم يعتمد على الطالب بس برضه تعلم نشط نوع من انواع التعلم الذاتي، يعني الطالب بس بيدخل على الكمبيوتر ويشتغل ويجمع بتاع والمعلم مش علاقه بيه خالص، ده تعلم ذاتي، الطالب بيتعلم مع نفسه من غير اي حد يواجهه او يرشده. فطبعا ده بيكون كنوع من انواع استراتيجيات التدريس اللي بتعتمد على ايه؟ على التعلم النشط. ها أي سؤال؟ أي استفسار؟ منتظرة أنا أي أسئلة. ما فيش أسئلة أخرى؟ فيش؟ طيب انا يعني منتظرة لو اي سؤال اي كذا يعني قولوا لي يعني اي حاجة. تمام، يعني محطة النهاردة نموذج زهريكي حلو كده، محاضرة بسيطة. في البعض بالامتحان نظامه ايه؟ احنا لسه دلوقتي بنقول امتحان نظامه ايه يا جماعة، احنا بنقول امتحان عندك 60 نقطة ب60 درجة، 60 سؤال كل سؤال عليه درجة، ضع علامة صح ممكن 40 مثلا و20 اختيار متعدد أو 30 اختيار متعدد على حسب بقى ما يجي. يعني المنهج الحديث محمود بيقول في رابعة ابتدائي في مادة العلوم، أنا
شايفه أنه يقود إيه؟ يقوم على القيم، على الفهم، ومش بيركز على الحفظ فقط، وده تطوير جميل من عندي. شكرا ليك يا محمود. تمام، يعني محمود فعلا بيقول ان المنهج فعلا لو رجعت المنهج سنه رابعه بتلاقي كل احنا اللي بنقوله، وهم المنهج طبعا مستثقلين وكذا، لكن هو المشكله بس في المعلم، مش لاقيين معلمين مدربين على المنهج الحديث. لكن هو المنهج فعلا احنا بنقوله ده، يعني كل اللي بنقوله في المناهج ده موجود في المنهج موجود، لكن كتنفيذ تطبيقه المعلم هو اللي مش موجود في معظم كثير من المدارس نتيجه لعدم خبره وتدريب المعلمين على هذا المنهج الحديث. طيب الامتحان انا قلنا يا جماعه صح وخطا واختيار متعدد فقط، 60 الامتحان عليه، 20 شفوي 20 اعمال سنه. كتاب الرياضيات من سنه اولى الرابعه، هو يا جماعه من سنه اولى ابتدائي ثانيه ثالثه السنه اللي فاتت راحوا سنه رابعه، دول نظام حديث، يفضلوا السنه الجايه يروحوا سنه خمسه، هيبقى حديث السنه الجايه، مش هيبقى في قديم خمسه السنه الجايه، خمسه حديث، وبعد كده خمسه يروحوا سته، مش هيبقى اللي وراها سنه سته حديث، لغايه في سنه رابعه دول هيروحوا ثانويه عامه على النظام الحديث اللي احنا بننادي بيه، اللي هو استخدام كل الكلام ده والاستراتيجيات الحديثه والكلام احنا بنقول ده كله متطبق فعليا من اولى رابعه ابتدائي، وهيفضل ان شاء الله في السلم التعليمي لغايه ثالثه ثانوي. لكن المناهج الثانيه مناهج تقليديه، ولكن بنحاول ندرسها بالاستراتيجيات الحديثه، لكن اساس المنهج الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه وبننادي فيه وبينادوا بيه الخبراء المطورين في المناهج التعليميه. تمام. طيب خلاص كده يا جماعه، عشان احنا في عندي محاضره وراكم لزملائكم بتوع شعب تخطيط المنهج. اي سؤال؟ اي استفسار؟ طيب. شكرا لكم، وألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد مع الفصل الرابع بإذن الله، اللي هو هناخد المنهج والتكامل المتكامل اللي بتحقق من خلال ربط المنهج بعناصر التفكير المختلفة، والمحاضرة اللي بعديها هتكون استراتيجيات التدريس، وبعد كده نرجع للمحاضرتين الأولى والثانية اللي احنا ما فهمهمش منها، ونجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم. ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.